حدث بحب للحديث شجون، واشرح هواك فكلنا مفتون. هذه الربا حضن لكل فضيلة، فيها الضياء ولؤلؤ مكنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، المختصر في علم مصطلح الحديث والأثر، كتاب درس مزدوم الترمز. نوبة تاقي موزو الاعتبار والمتابع والشاهد. معلفة تذكي الاعتبار هو تتبع رواية راوي. اعتبار ديجانمز بو بر راوينين روايتنا تكشرش اكي شروايتنا ازلانش، ليعرف هل شاركه في هذا الحديث غيره. وش هو حديثتا باشقا بالراوي هم انقشيرك بوغام يوخم شن ارسان بلششن بالراوين روايتنا تكشر بيرشك اعتبار ديلاد. فرواه عن شيخه او لا، يعني اشا راوينين شيخ دان باشقا بروهم روايت خيام يوخم. فإن لم يكن اگر برامبر باشقا راوي روايت خمه جان بوسا، فينظر قرالده هل تابع احد شيخه ون شيخ دا كمدر طبيب جام، يعني يرجش روايت خجام. فرواه عمن روى عنه او لا، وندن روايت خجان كشدان هم روايت خجام يوك يوغم، وهكذا الى اخر السنه سنه اخر جتا شندي دوم اتب تكشرب تشخشكا اعتبار ديلاد. يعني باشقا شيء عباره بلا اتكندا، مثلا بر استاذنا شاغرتي استاذدان بر حديث روايت قصه، شو استاذدان فقط شو شاغرتي از روايت قلدمي ياكي شو حديثنا بو استاذ باشقا طلبلاردن روايت قلدمي يوغمي تكشرب كورشكا ايتيلاد. تكشرب كور لازم فلان استاذدان بيتا شاغرتي فلان حديث روايت قبتي، خب شو حديثنا شو استاذنا باشقا شاغرتلارم روايت قلدمي يوغمي تكشرب كورلاد. شو جايت يبتكي هل شاركه في هذا الحديث غيره فرواه عن شيخه او لا، باشقا برو شيريك بولوب يقرمت طلبة سبوسة بيتا استاذنا شنو بيتا روايات قليابتا قاقلنا رحم روايات قلدما كمي بونجا شيريك بولد قرالاد. فإن لم يكن برانتا استطول ماد إلا كي وزر روايات قلابتا يقرمت طلبة نشي ذا بيتا وزر استاذ مشن دي دي شو حديث تايت تديابت. فإن لم يكن فينظر هل تاب أحد شيخه عند قرالاد استاذنا استاذ كم بغان، يعني استاذيا من كم دان روايات قلاد، خب استاذنا استاذدان وشا راوينا ustozi o'zini shayxidan olgan paytda u bilan birga kimlar eshitgan u mutobiylar shundan qidiriladi. Fayundar hal taba ahadun shayxahu farawahu amman rawa anhu aw la rawa anhu ikkinchi rawa anhu fa'ila shayx bo'ladi. O'sha hal taba ahadun shayxahu farawahu amman rawa anhu aw la, demak o'sha shayxi kimdan rivoyat qilyapgan bo'lsa شو شيخ ده استاذنا شريك لاردن كم يعني رواية خجان شو نتكشف كور لده طا نما جتش سنة آخر جتش ديابت سنة آخر جتش، يعني وش شاعر تبلان برجع هش كم رواية خم جان بس استاذدان استاذنا استاذدان استاذ بلان كم رواية خجان وش تكشف كور لده وندايم طبعا مثلا كي أنا بتي يخارج جتش خل لده وهكذا. أنا شو تكشف كورش يا اعتبار ديلا ده تتبع شروات لنا أرقستان شو بكم روات خيانة كان ده تكشير كورش كاعتبار ديلا ده عند متابع المتابع ده جانا أن يوافق الرابي غيره في اللفظ بالرابي باشقا بالرابي كا لفظ ده موافق بولشة هم لفظ ده والمعنى هم معنى ده موافق بولشة من طريق نفس الصحابي أين أش صحابينا طريق دان يك أين أش صحابنا صحابي دان كجان سنة هم لفظ هم معنى ده موافق كلشة، يعني بيت صحابيدان روايات قلنجان حديثتا بالراوي باشقا راويقا هم اشا لافز بلان هم اشا مانو داقي حديثنا شيريك بولو بروايات قلشيقا لما ديلاده متابع ديلاده. الشاهد تسا أن يوافق الراوي غيره في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، راوي وزدان باشقا راويقا هم لافز بمانو دا يكي فقط مانو جهتا شيريك موافق بلاده من طريق صحابيين آخر لكن بو باشقا صحابي أرقلي، يعني وش حديث لكن باشقا صحابي دان روايات قلنجان بلاده بنا شاهد ديلاده
buna şahit deyiladi. Az bulan hamasını inşallah doskada misal deyana çöntürüş hareket kılamız. Faide, etibdi ki tenkasimul mutabaatu kismeydi. Mutabaa iki hıl buladı diyebdi. Mutabaa iki hıl buladı. Ahaduha mutabaa tamma. Toluk mutabaa var. Hiye leti tahsulu lirrabi nefsihi بأن يروي حديثه راب آخر عن شيخه يبت متابعة تامة بقشاية تلاد إشاء رابين أوزد بولاد جان متابعة يعني وروايات خلجان حديثنا باشكا رابي عين إش شيختن روايات خلاد إش عين إش إسناد بلا يعني إش شاقرتنا أستاذنا روايات خلجان حديثنا باشكا بر إش أستاذنا شاقرته عين إش أستاذدان إش سنت أوز بلا إش صحابين أوز بلا إش حديث روايات خلاش متابعة تامة ديده توالخ بونجا إرجاشب يعني عين وش حدث الروايات قليابت شيرك بليابت. القسم الثاني متابعة قاصرة دي لده يعني قاصر بوجان متابعة يعني توالخ بومجان بلكي كمشلي بوجان قاصر بوجان متابعة هي التي تحصل لشيخ الراوي بو راوي شيخ لارد برد بولاده بأن يروي الراوي الآخر الحديثة عن شيخ شيخه باشقا بالراوي وش حدث نوزنه عين شو شيخ تمسو شيخنا شيخ ذا روايات قلاده وكذا التي تحصل لمن فوق شيخ الراوي يكوندن يقاردagi birontada nima qilinadi yo'liqadi ya'ni ayni shayxni o'zida emas shayxni shayxida yoki uning yuqorisida yo'liqadi buni mutaba'a qosira deyiladi xo'p keyingi foyda hal al-i'tibar qismun muqabil lit-tabi' va shahid am mutammimun lahumo shu yerda menimcha au yoki am tushib qolgan bo'ladi ya'ni e'tibor bu tabi' va shahid يعني مقابل بالقسم ما يكي أولان تولدرو كما يكي ومتمم لهما يكي أو متمم لهما كي أتبت كي الاعتبار ليس قسما مقابلا للتابع والشاهد ولا متمما لهما اعتبار بو طابع بلان شاهدن مقابل بغان قسم هماس أولان تولدرو قسم هماس بل هو هيئة وكيفية التوصل إليهما بل كي شاهد بلان طابعك يتشش كيفيته يوكي حيئته وهو البحث والتفتيش يعني إزلانش كايت لاده بحث قلب إزلانش كايت لاده يعني عادتا اعتبار شاهد متابع برقى ذكر قلن لاده دمك بو اتشالاس طابع بلان يعني اعتبار طابع بلان شاهد كمقابل برقسم ما ديگانا نما ديگانا مثلا كلمة ديمس اسم فعل وحرفتا عبارت حرف اسم بلان فعلقى مقابل قسم چونکی شو شتا قسمنی کلمه شتا قسمنی بیتاسه شونه مقابله یوکی اسم فعل بلا حرف که مقابل و هکذا اعتبار هم قسم تابع بلا شاهد که مقابل مه یعنی چلاسه بیت نرسانه تاکیدگی بولکلرمه یوکی اونو تولدرو چه نرسامه دسه یوک اونو مقابل بگن قسم هماس تولدرو چی هماس دیابته بلکی اش اعتبار بلا اعتبار شونده نرسه کیش ازلانش که ایتلاده شو ازلانش که یعنی بو محدث نیشه بو ازلانش بیت شیختن فلان چه روایت خبته خب مولان برگه کیم روایت خلده کی تکشرب قرب کرب منشون اعتبار دیلاده دمک اعتبار بو اش شاهد بار م بو حدیث که یا که مطابع بار م کیم در ارجاش روایت خیام م یوم یا که شاهد لر بار م بو حدیث قوت لیدیم باشکه شاهد بار م حدیث یوم از لنش که اعتبار دیلاد چون طابع بلن شاهد که نما ارکالیت شلاده اعتبار بلن شو از لنش بلن یت شلاده اعتبار بو از لنش چون بو uchalasi birga zikr qilingani bilan masalan mustalah kitoblarda bir o'rinda masalan mavzu bu yerda sarloha qo'yganda ham al-i'tibar va al-mutabi' va shahid deyapti e'tibor unga bir muqobil narsa emas shu shohid bilan mutobiyaga yetish uchun izlanishga e'tibor deyiladi uchinchi foyda hal tutlaqul mutaba'atu ala shahid va al-aks mutaba'a shohidga yoki shohid mutoba'aga ishlatilishi mumkinmi hunaka farqun inda jumhur al-muhaddisin bayna al-mutaba'ati va al-shahid أكثر علماء نزد متابعة بلا شاهد نار استفرق بار فالمتابعة تختص بالرواية عن نفس الصحابي أين وش الصحابين أزدن روايات قلن جنبسا متابعة دي لده شاهد تب باشق برودن روايات قلن جنبسا يتلده وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس قاهد متابعة شاهد كيما يتلده يكي أكسن شاهد كمتابعة دي لده والأمر فيه سهل بمسالة داك إشي ينجل لأن المقصود التقوية چونك أساسي مقصد حديثنا قوة لش وهي حاصلة بكل منهما بقوة لش هام شاهد بلنهم حاصل بلور هذا مطابع بلنهم حاصل بلور هذا يعني ها مطابع طابلسن خاخ شاهد طابلسن إكلا سيما حديث قوة لا يبكن بلاده
Şunun için birinin uğrunda ikincisini işletip getirilir uğradı gahıda. Lakin aksar ulamalar şunu dedi, acilat işledi. خب الفائدة من المتابعة والشاهد شاهد بلا متابعة دن فائدة نما ديلسا يستفاد من المتابعة والشاهد تقوية الحديث حديثنا كشيترش متابعة بلا شاهد تن قلنا ديان فائدة حديثنا قوة لاش كشيترش بيشنش فائدة متى تكون الرواية غريبة قشان رواية غريب بولادة إذا لم يوجد للرواية متابع ولا شاهد فإنه يطلق عليها رواية غريبة والمراد بالغرابة هنا الغرابة المطلقة agar birobir rivoyatning mutobii topilmasa, shohidi topilmasa, ana o'sha rivoyatni g'arib rivoyat deyiladi. Bu yerdagi g'ariblikdan maqsad g'arobil mutlaqo. Esinglarda bo'lsa, ohad hadis bizga yetib kelish yo'li bilan yo mashhur bo'ladi, yo aziz bo'ladi, yo g'arib bo'ladi dedik. G'aribni o'zi ham mutlaq nisbiy bo'ladi deb o'tgan edik. Mana shu qachon g'arib bo'ladi deyilsa, na mutobii topmasangiz, shohid topmasangiz, o'shani quvvatlaydigan shu roviyga, shu rivoyatida sherik bo'lgan hech kimni topmadingiz. Na o'zi bilan birga ustozda sherik bo'lganini, na ustozning ustozida sherik bo'ladigan hech kimni topmasangiz, demak bitta san'at bilan kelibdi degani. Bitta yolg'iz san'at bilan kelgan bo'lsa, bu nima deyiladi dedik? G'arib deyiladi deganimiz. G'aribdan maqsad o'sha mutlaq arobi. O'sha qolgan uni quvvatlaydigan rivoyatlar bo'lsa, o'sha yo mutobii bo'ladi, yo shohid bo'ladi. Yo shohid bo'ladi. لذلك أما إذا وجد الشاهد فإنه يطلق عليها رواية غريبة والمراد بالغرابة هنا الغرابة النسبية شاهد طبل سيو متابع بومسا شاهد طبل متابع بومسا وندبون ما دي لده غرابة نسبية دي لده لما جاء شو مثلا بو حديث غريب ماس چونكي برقانج صحابة دان رواية قلنجان شاهد تقانمز باشق عين شو حديث باشق صحابة دان رواية قلنجان أبو هريرة دنام عبد الله بن عمر دنام مثلا عبد الله بن عباس دنام رواية قلنجان لكن أبو هريرة دان falonchadan boshqa hech kim rivoyat qilmagan deylik. Tobiindan, u tobiindan faloncha taba tobiindan boshqa hech kim rivoyat qilmagan deylik. Demak, Abu Hurayrani sanadiga nisbatan bu g'arib deyiladi. Nimaga? Chunki ularda hech kim ergashmadi. Lekin qolganlarning rivoyatida bor, boshqalar ko'plar rivoyat qilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu g'araba nisbiy deyiladi. Demak, rivoyatni shohidi topilib, shohidi, ya'ni boshqa sahobiylardan rivoyat kelgan bo'lsa, ayni shu hadis rivoyati, lekin ay shu rivoyatda o'zida boshqa sherik bo'lganlar bo'lmasa, بو رواية غريب غرابة نسبية دي لده. أما إذا وجدت المتابعة القاصرة فالرواية الأولى يمكن وصفها بكونها غريبة أي غريبة عن الشيخ الذي لم يقع الوفاق عليه. أما متابعة قاصرة بسجة متابعة قاصرة بسا أول روايتنا غريب تبصفت لاش ممكن لكن غريبة عن الشيخ الذي لم يقع الوفاق عليه وشا فلان شيختان فلان راویدن باش کشکم روایت خم بده شو شیخ کن نسبتا غریبه کندیم از اون شیخان شیخ دن شیخ بلند برگه بر خانچا باش که طلب بلند روایت خم بله شوم کن لکن فلان شیخ دن فقط بیت طلب بس روایت خب تو اشان کن نسبتا غریب تیل ده اما اذا وجدت المتابعة تامة فلا تسمى رواية حينئذ غريبة اما متابعة تامة بلدیم بسا اون ده اصلا روایت غریب دب اتال میده نه غرابة مطلقة نه غرابة نسبية غریب دب اتال میده Endi misol nozi tushuntirib, misol orqali yana orqadagi narsalarni tushuntirishga harakat qilamiz. Misol keltiribdi. Qala Shafiyiy rahimahulloh akhbarana Malik an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala: "Ash-shahru 29 fala tasumu hatta taraw al-hilala wa la tufthiru hatta tarawhu fa in ghumma alaykum fa akmilu 'iddata 30." Xo'p, Imom Shafiy o'z sanadi bilan mana shu hadisni rivoyat qilyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oy 29 kun to oyni ko'rmaguncha nima qilmanglar? Roza tutmanglar, oyni ko'rmaguncha rozani ochmanglar. Agar kun bulutli bo'lib qolsa, sanoqni 30 kun to'ldirib qo'yinglar deyilgan hadis. Ya'ni Sha'bon oyi chiqib 29 da oy ko'riladi odatda, lekin kun bulutli bo'lsa sanoqni to'ldirib qo'yinglar, ya'ni Sha'bonni 30 kun qilib to'ldirib qo'yib, chunki bulutli bo'lgandan keyin Ramazon bo'lish ehtimoli ham bor, Ramazondan bo'lmasligi ehtimoli ham bor. Lekin shu bulutli bo'lsa 30 kun to'ldirib qo'yilsin deyilyapti. Mana shu hadis haqida Ibn Hajar nima degan ekanlar? Qala Hafiz Ibn Hajar rahimahulloh. Hada al-hadis bi hada al-lafzi dhanna qaumun anna Shafi'i rahimahulloh tafarrada bihi an Malik. Ushbu hadisni mana shu lafz bilan faqatgina imom shofiyni o'zigina imom molikdan rivoyat qilindi deb ba'zi kishilar shu gumonga borishgan fa'adduhu fi g'aroibihi qarang bu hadisni shu imom molikdan faqatgina imom shofiy rivoyat qilganligi uchun bu imom shofiy rivoyat qilgan g'arib hadislardan deyishgan
لأن أصحاب مالك رواه عنه بهذا الإسناد. چونكي إمام مالكنين أصحابلار شو حديثنا مانا شو إسناد بلان روايات قلب لكن قايس لافز بلان فإن هم عليكم فقدروا له ديگان لافز بلان روايات قلب. يعني إمام شافيين جدا هم كوب طلبة لربوسة أرستان بيت إمام شافي عين شو سنة بلان شو صحابين نماس بلان حديث بلان يعني ابن عمر دان كيان حديث بلان لكن حديثنا لافز بوشقتها فإن هم عليكم فأكمل عدة 30 مس فقدروا له ده بروات قليبت بيت إمام شافيين وزكيلبت ما فأكمل عدة 30 ده بروات قليبت دمك بو غريب ديش كان كيت يبتكي لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك فهذه متابعة تامة ديبت إن قري مناظر ماذا تشنترش كاركة خلامس قري ملا إمام شافي سنت كيتور بيرين إمام شافي قال أخبرنا مالك ديبت شنو عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دب حيث حديث رواية قليبت آخر ده فإن هم عليكم فأكملوا عدة 30 أنا شو رواية قليبت عبد الله بن عمر إمام شافعي عبد الله بن عمر القلي إن قرين بعض كشلر فقط إمام مالكنا دان شافعي جنا أنا شو لفظ بلان رواية قليبت خوغنلر قيس لفظ بلان فإن غم عليكم فاقدروا له دقان لحسن الروايات خيان دقان بو إمام شافينين غرائب لردان بيت أزر روايات خيان حديث چونك إمام شافين إمام مالكنا باشق شاقرت لار بو حديث دبو لحسن الروايات خيان ديش كان ديابت باز شون دي بو إلاشت ديابت لكن متابعة بلان تكشرش بلان چقاد بو شيخ تيابتك ابن حجر رحمه الله لكن وجدنا للشافعي متابعا شافيقة متابع طبتك من أبو قرين إمام بخاري وزن أستاذ عبد الله بن مسلمة دان روايات قليبت عبد الله بن مسلمة بياغة نما بلان كتاده إمام مالك دان روايات خيان دمك إمام بخاري عبد الله بن مسلمة دان عبد الله مسلمة إمام مالك دان بياغة عين وش حديث بلان عين شو لافز بلان فأكمل عدة 30 دب روايات قليان أتيبتكي عن عبد الله بن مسلمة كذلك أخرجه البخاري عن مالك فهذه متابعة تامة دمك قرين من أبو عبد الله بن مسلمة من أبو رواياته بخاري ذاك روايات ما ذي لاده متابعة تامة ذي لاده شو نلقى متابعة تامة نما قال شو كي إمام شافينا وزن أستاذ دان بقان روايته ده أين شو روايته روايات قليبت يعني عبد الله بن مسلمة يتابع الشافعية في شيخه مالك يعني بنفس الإسناد وشان إسناد نؤوزة ونما يام لافزام عين وشان لافز بلان متابعة خيام بلان متابعة تامة ديوس شنو هل لقين؟ خب كين نما دادو؟ آزر إمام بخاري داقي لافزنا ذكر قليبت قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بالتطور عبد الله بن مسلمة دبتكتبتو حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن هم عليكم فاقدروا له. خب قرين من أشير ده إمام بخاري دان كيلتر لغان لما خطأ كيلتر لغان إمام بخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك أين شو حديث عن نافع يعني هذا الإمام مالك أنا بو سنة باشقى أستاذ دان روايات قلاده نافع دان نافع إسا عبد الله بن عمر دان يعني إمام بخاري داك روايات حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع يعني عبد الله بن عمر دان نافع عن عبد الله بن عمر بليبت خب بيرد لكن كيلتر لغان رواية قرين لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له ديبت بز عين شو لافز بلان كيغان رواية حق دقاب كتيبت فأكمل عدة 30 دقان رواية متابعة تامة دي مخشمس بيت كيلتر لغان مصر حتى كيلتر لغان ابن حجر رحمه الله نقاب وشا لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلم القعنبي كذلك أخرج البخاري عن مالك
هذه متابعة تامة دجان لكن رواية كيلتر مجان كتابته روايته أز كيلتر بته إمام بخاري دان يعني مؤلف أز كيلتر جان ابن حجر نسخ هذا كيلتر مجان بو كيلتر جان رواية خطأ يعني بو نرجع رواية كتور كيليابت شو نلقى سنادم برخل بورش كريج بيت سناد برخل ماس بيت سناد برخل ماس شون تور راغه يعني بيت تاجي حاضر نما قلين جانا خطأ خطأ مصالنا بيرجان يعني يعني ابن حجر رحمه الله كوز كان روايات مس باش كان روايات ابن حجر ايت كان روايات ما نبو روايات عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك امام مالك انا عبد الله بن دينار اين الشروايات انا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا فان غم عليكم فاكملوا العدة 30 أين من أشخاص من أخو جان لافز بخاري ذاك جان وش لافز النظر ده تتكان شو نلقى دمك من أبو حديثنا أشر كوي أصدر قال البخاري ذاك حديثنا أشر كوي لده ورنجا حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 ما نشر روايتنا زردة تتكا قلعين ده يتبار بيرين يتبار بيرين كتابتنا ما ديبت روايات كيلترب بريس كرختورتن شبتة فهذه متابعة تامة للإمام الشافعي ديبت لأن عبد الله بن مسلمة روى هذا الحديث عن مالك وهو شيخ الشافعي بنفس السند والمتن ديبت لكن مؤلف كيلترغان يعني مؤلف كيلترغان سندان باشقا متنان باشقا شنالغا لكن سند وش نا عين وش سند بلان من باي اوخغان روايات وعين وش لفظ بلان كيلترغان باي اوخبيرلغان روايات شنالغا شونچون بيتتاغي روايات تورنا وش نما بلان ارماشتر قويلادي كين قارين وجدنا له ايضا متابعه قاصره في صحيح ابن خزيمه من روايه عاصم بن محمد عن ابيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فان غم عليكم فاكملوا 30 إن متابعة قاصرة يوم طبتك ابن خزيمة صحيح هذا ديبت عاصم بن محمد عن أبيه محمد ابن زيد عن جدي عبد الله بن عمر بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا 30 قري ابن خزيمة نماسة من أبوه ابن خزيمة ابن فضيل دان عاصم بن محمد عن محمد ابن زيد عن عبد الله بن عمر دبتر لكن لافظ نما فإن غم عليكم فأكملوا 30 يعني لافظ نما يتكيز بكويس بولاده أنا أبو نما روايات خيان ابن خزيمة روايات خيان نما روايات إتبار بيني هذا إمام شافعين أستاذ مالكتان روايات خليابتم ابن خزيمة يوك ابن فضيل وزي عن طريق ابن فضيل أراد يعني كم در بارديد ابن فضيل أركالي عن عاصي ابن محمد عن محمد ابن زيد عن عبد الله بن عمر دمك خير ده نما خليابته صحابي دا روايات خليان طابين عبد الله بن دينار بلن برجا كم روايات خليان كان محمد بن زيد روايات خليان أنا شو لافز بلن فإن هم عليكم فأكملوا 30 دقيقة روايات منو متابعة نما ديمس من أبونا متابعة قاصرة ديمس متابعة قاصرة بوجانا من إمام شافعين أوزن إمام مالك ده شاعرتلردن باشكا برو عين شو شاعرتده رواية خمي ابتده هو تبقى بارب تبدان ولا شبكت اللي ابت ده يقولون متابعة قاصرة دي لاد يعني تبدان ولا شيء ابت متابعة قاصرة دي لاد يوكي بوقتها حاضر ورواه مسلم في صحيح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة دي ابت قال حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال فإن غم عليكم فاقدروا
له 30. فهذه متابعة قاصرة، لأن الموافقة للشافعي وقعت في رواية الحديث عمن فوق شيخه، وهو هنا الصحابي ديبت من إمام مسلم داك باش كان من يزغن كما شكل لي بيرجع يعني من ابن حجر نوزن نص هنا كردم هذا بالميمان أي سنة ما تنكر جانم بيت باش كان من أبكبت خلاص نبو جندهم آخر نقرسز ابن عمر جبر يبت نافع أركله عبيد الله أبو أسامة ديبت وباشكر رواياتي كان دمك إمام مسلم يعني كنا بركان شروايات بلان كيل ترجم بسا وباشكر رواياتي كان لكن ما بقى عندهم أنا ما نش روايات أز ديم نافية جت خيابته نافية عبد الله بن عمر دان عين فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30 دكان باشكر بالرو ما لفظ بلان روايات خيابته من أبو إمام مسلم رواياتي متابعة قاصرة ديلاد ها سند باشكر سند چونك إمام مسلم بالتجاوزة هما أستاذنا بيتر رواية إنما بيتر حدث حرق الروايات لأن كيلت راديو. دمك ورواية برواية بارك عنده بيتر باش كرواية كيلت ربت. بيوم عين وش بعربل وش نافية جبر يبت. أراد رجال باش كا خلاص يعني بنا باش كأستاذنا رواية خلي يبت محمد عبد الله بن نمير دم بوسا بير ده كيلت رجعنا ماذا حدثنا أبو بكر أبي شيبة دند يبت. وبيد الله تن بيأغ برخل وبيد الله تن تبس. يعني ما بصيام مش فقدروا له 30 ده يعني شندم فأكمل عدة 30 فقدروا له 30 ده سيزام وزي مقصد 30 كن تولدري لار ديگن معنى بارده 30 كن اخصابن علي لار ديگن چونكو اش 30 كن ذكر قلم مگن روايات لار ده حنبالي لا شنر دهل قلشت ده ضيقو دب يعني 30 كن ذكر قلنسا طور قاها ده عين لفظ بوميديو لما أخشش ولاده شو كم يتيام قرينك فأكمل عدة 30 بالتفاين غم عليكم فأكملوا 30 عين وش لفظ ماس لكن معنى وش 30 ذكر قلن جام يوم ما نايت بتكو فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30 كي جامو دمك ما نبو بلا حماس متابعة قاصرة دي لده لأن موافقة صحابي ده صحابي ده ديگان يعني عبد الله بن عمر دان من عظم 3 آدم رواية قليبت عبد الله بن دينار محمد بن زيد نافع كي حرب التاسم إمام مسلم بو أرقالي چخيبت ابن خزيمة من أبو سنات بلان لكن بارب عبد الله بن عمر ده تخنش يبت حماس عبد الله بن عمر أرقالي رواية قليبت بو متابعة قاصرة ديلاد عند قرين وجدنا له شاهدا ديبت باللفظ رواه النسائي من رواية محمد بن حنين من أبو إند نما ديلا ده إمام نسائي رواية شاهد ديلا ده أستغي أصيام ولا ده شاهد ديلا ده نما جاء چونك رسول الله تن عبد الله بن عمر بلان برجا كم عبد الله بن عباس رواية خيان إمام نسائي بنو أستاذ محمد بن عبد الله سفيان عمرو بن دينار محمد بن حنين عبد الله بن عباس كين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دبتروب أنا أبو يرد إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم فأفطروا فإن غم عليك فأكمل عدة 30 دمك ما نبون شاهد ديمز نما قاعد يلسا جنكي صحابة بشقة دمك ما نبو إمام شافي روايات قلقان روايات تا عين ما نشو لفظ بلان روايات قلقان متابع لار بار ما دب تكشرب كرلد حاضر قارسك بخاري دا متابع باركان ابن خزيمة دا إمام مسلم دا بخاري ده متابعة تامة ابن خزيمة ده متابعة قاصرة مسلم ده متابعة قاصرة نصائي ده أصلا باشك شاهد باركان دي لده دمك بلان حماس حديث قوة ليدة حديث ما نشو لحفظ بلان كيان حديث ده قوة ليدة دمك شو إزلانشنا مانا ما شو إمام شافي دان شيرك بوغان كمدر بارمده بإزلانش مانا شو إزلاب چخش لكنا اعتبار دي لده محدش شو إزلانش اعتبار دي لده ما عين شو حدث بارم يوم بخاري خريدة مسلم خريدة باش الكتاب لا يقرب خلاص بنا اعتبار دي لده إن ما نبير دعيتكو هذا تعريف كيانا قيتا دي جنبسك تتبع رواية راوين بالتراوين رواية تكشر لده مثلا هذا إمام شافي بعضلار غريب تب ويلادكو إمام مالكتان بروز رواية خيان تب ويلاده شون تكشر بشق لده وش تتبع رواية راوين ما نبو راوين رواية تكشر لده ليعرف هل شاركه في هذا الحديث غيره ما نشوف حديثه باش كبروا شريك بوجام يوم قرصك عبد الله بن مسلمة شريك بوبت عين شو نما بلان ابونا امام بخاري رواه عبد الله بن مسلمة شو امام مالكتان
Aynı şu sanat, şu lafızını özü bilen rivayet kıyan şeyleri gibi kendiyle. فرواه عن شيخه أولى دمك إمام شافعي شيخ دان باشكا برو شيريك بروات خلدم يوخ مكرالاد فإن لم يكن هو بومسا إمام مالك تن روات خيان هيشكين بومسا يقرغ كرالاد إمام مالك كرين ذا فإن لم يكن فينظر هل تاب أحد شيخه هل تاب أحد شيخه فرواه عمن روى عنه أولى يعني إمام مالك عبد الله من دينار دان روات خليابت خب عبد الله من دينار دان روات خيان باشكا برو بارم يوغم إمام مالك كشيريك بقى شو يقرالاد يوغبسا ونا يقارس يقرالاد عبد الله بن دينار قال شريك بوجان بارم عبد الله بن عمر ده دسه بارك يا مال محمد بن زيد رواه خيان بنا عبد الله بن دينار بلان برجع نافع رواه خيان بنا شاركه هو عين شو روايته لكن بو يقار رخت شريك تابلي يا بتمثلا أنا بنا شو يقار رختان شريك تابلي سه متابعة قاصرة ديلاد عين وش شيخنا وزد أم بسه متابعة تامة ديلاد إن شاهدت تعريف ده نمد ده أن يوافق الرابي غيره في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط من طريق صحابي آخر يعني بشكى صحابي نماس بلان بشكى صحابي أرقالي نما قلنا هذا موافق بجنب هذا هم لفظ ومعنى هذا يكي معنى جهتان إن غرابة نقرين ده متى تكون الرواية غريبة ديو بيش انش فايدة ده بريس قرغك انش بيتا روايات متابعية مشاهدية بومسا رواية مطلقة دبتها لدى يعني إزلاب تشقب إمام شافعي دان فقط مالك إمام مالك دان فقط عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر دان فقط بو رسول الله دان فقط عبد الله بن عمر بول مانا شونه أوز بوسا باشقا شريك بوغا هش كم نطاب مسك مانا بونا غرابة مطلقة ديلاد هش كم بومسا أما إذا وجد الشاهد فإنه يطلق عليها رواية غريبة ديابته والمراد بالغرابة هنا غرابة نسبية دياب خرادك hiç kim şeyrikmez. Bunda hiç kim şeyrikmez. Karap çıkıp, lakin karasak bir sahabeden rivayet kılın gerek. Bu şahıd var değildi. Lakin bana bundan başka şeyhlerde hiç kim şeyrik bulmadığı için bu rivayeti araba nisbiye de beyti uğramız. Demek değilse, çünkü İmam Malik'ten Şafii'den başka hiç kim rivayet kılmadı. Abdullah bin Dinar'dan İmam Malik'ten başka hiç kim rivayet kılmadı. Abdullah bin Umar'dan bundan başka hiç kim rivayet kılmadı. Tapmadık. Araba nisbiye. Yani Abdullah bin Umar'ın senedige nisbeten garip. Lekin özü garip mutlaka emas. Nimaga? Çünkü Abdullah bin Umar bilan birga bunga Abdullah bin Abbas ham rivoyat qilgan. Demak, hamida ikkita ravi rivoyat qilyapti. Garaba mutlaqadan chiqadi bu. İkkita sanadi bor bo'lib qaralaveradi. Garip mutlaqa emas. Lekin garip nisbiy deyiladi qachon? Agar Abdullah bin Umardan faqat mana shu sanaddan boshqa hech kim rivoyat qilmagan bo'lsa, hech kim sherik bo'lmagan bo'lsa, mutaba'a topmasak, garaba nisbiy deyiladi. Garab mutlaqa qachon bo'ladi? Bo'ldi, mana shu sanaddan boshqa sanadlar rivoyat qilinmagan. Na, boshqa sahobiy sherik bo'lmagan. Ne başka şagirdlerde burantta tabi bulmaya bu garaba mutlaka değildi. Şerliyim. Şu bilen dersimiz gereken seyimiz. Subhanakallahumma bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve netubu ileyh.